السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي طاجن فاصوليا خضرة باللحمة، ملوش حل، مع حبة رز بالشعرية. فاصوليا طبعا موسمها جميل وحلوة زي ما انتوا شايفينها كده، انا بعملها بطريقة حلوة يعني، ما بحبش ايه انعمها، عايزها حرشة كده. عندي فاصوليا خضراء ولحم مكعبات وسمنه او زيت وبصل وثوم وكرات، وعندي عصير طماطم وطماطم وبهارات وقصه طيب وكزبره ناشفه، هنقدمها مع رز بالشعريه وقرنين فلفل حلوين جمال طعمين. هي مش حاطه فلفل ليه النهارده؟ بتقول عشان ناكل منها. وانت عشان تاكلي منها ما تحطيش فلفل؟ وانا دايما بكده بعمل تقاليع كده غريبه شويه، والمخرج زعل مني في الحته دي، بيقول لي احنا ما اتفقناش مع كده مع بعض انك انت تروح تجيب حاجات من ورا مننا من السوق. ولكن انا بقول له يا عم المخرج عديها وخليك صاحبي وما اسمعش كلام اللي جنبك. قال لي مفيش حد جنبي غير محمد سمير. هو اللي بيوزه. ماشي. كده انا عايز بس الطاسه تسخن كده وبعدين نخش نفتح الرابع. صل على النبي اهو. خد بالك بقى معايا يا عمي، ركز معايا يا شريف يا اخو، انا شغال لوحدي. طيب انا ما جيتش شميتك. دي السمنه بتاعتي، لا ناخد منها شويه عشان ديامه، عشان نعمل حبه الرز. وادي حبه الملح. تشرب شاي معايا يا عم عبد الحق؟ اللهم صل على النبي عليك والف انا وشفا يا ابوي، عمدتنا يا غالي. اللهم صل على النبي، الله اكبر عليك وعلى القناه جميعا. عمنا واخويا وحبيبي. ما البدر يا ابو طلال ما سمعناش حسه يعني. والله يا ابو طلال يا عم اسكت بقى ولا اقول لك، عشان ايه النهارده كان عايزني البس اصفر وانا دخل على الهوا بتكلمني بعد ما دبست. قلت له طب ما قلتليش ليه من بدري؟ مش هعرف اغير اخد برد. الله يخليك، الله يديك الصحة شيخ. حبيبي 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 واخويا. وام شريف وفرج وبتاع اسوان انت غالي علينا يا ابويا الاقصر واهل الاقصر. الله يخليك، وانت غالي والله يعلم ربنا يا شيخ. صبح لي على كل اللي حداك يا حبيبي. والله بيصبوا عليك جميعا والله. اخويا وحبيبي اخويا وحبيبي. صباح الفل عمي صباح الفل. كده بقى ايه يا عم الحاج؟ حتة اللحمة الجميلة دي اهي. والله يا بلادنا الله. يا عم ايمن صباح الفل يا شيف. صباح الفل يا غالي. ازاي حضرتك يا شيف؟ وحشتني والله. فينك يا غالي؟ انا معاك دايما بالقلب على طول. دايما وانا وياك وروح انا فداك. شيف والله صباحك كله هنا وخير. شيف والله صباح الفل على ابنه حبيبي. الله ينور عليك يا شيف على اللي بتعمله والله. والله يعني بهتشاش يعني، بس هي بتعدي. لا 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 يا شيف حبيبي. انت شيف العرب يا شيف. الله يخليك يا غالي حبيبي يا شيف. صباح الفل عليك يا ابني. صباح الفل على ابني. كده حبة الجزر دول بيلونوا معايا ويخلوا الدنيا عندي حلوة. طيب نجيب بقى حل على النار. ما انا يعني اسهل القعدة، ما انت تلات تانيات. انت مش سمعتيني وانا بقول رز بالشعرية؟ وما كنت فين؟
كنت بتجيب العيال من المدرسة؟ بتجيب البطة؟ كنت بتزغر البط. طب ماشي، على السلم ولا تحت السلم؟ طيب ماشي. سويسي يا عم محمد يا غالي. والله العظيم الله يخليك يا حاج، والله كل واحد ليه دروه، ان ربنا يخليك ويقويك على انت فيه. ربنا يعيننا علينا معاهم. والله العظيم ثلاثة، ربنا يسعدك. والله ربنا يكون في عوني. والله العظيم ثلاثة، انا بتفرج عليك وبشوفك، يعني ربنا يعلم محبتي ليك قد ايه يا شيخ. الله يستر معاك يا عم، لانك انت من الزمن الجميل ومعك اصحابك كمان من الزمن الجميل الحلوين. والله انت اصيل يا عم محمد يا غالي، ربنا يخليك ليهم دايما يا شيخ. والله انت اصيل وغالي حبيبي. الله يخليك، سلامي ليهم ولكل حبايبك يا شيخ. والله صباح الفل على السويس واهل السويس والاربعين وكل حلو. والله كنا بخلي بالكم من السيف شويه يا جدعان. ما حدش بيخلي باله مني يا عم، طنشنا الله الوكيل. والله انا بقول اللي عندي بقى، هم حابين يا شيخ. اللي انت شايفه بقى يا عم، انا مش، لا مش عايز. كتر خيرك يا شيخ حبيبي، عودتنا يا رب يجبر بخاطرك يا عمي. قال ايه؟ يقول لي النهارده عايزك تلبس اصفر. بعد ما طلعت ودخلت قلت له مش راجع تاني. فين يا ابني حبه الشعريه؟ لسه بتكلميه؟ وانت بتجيبيه منين؟ نعم يا فندم. يا عم عبد الفتاح صباح الفل عليك يا غالي. عبد الفتاح صباح الفل يا باشا، اخبارك عمينا يا غالي؟ اخبار الدنيا عندك كله تمام؟ في نعمة والله الحمد لله. واخبار الكابت والمخرج والمنتج تعبني ومكفرني وتعبني. يعني انا اقول في كل، يعني انت فكرني اقول كلمة حلوة في حقهم. صباح الفل على حبيبي عم عبد الفتاح يا غالي. هات يا عم الحاج. صلي على الحبيب اللي قصده عمره ما يخيب. الهاني بقول لها كنت فين؟ تقول لي كنت بغزرات البط. والله بط ليه؟ قالت لي بتلوموني ليه؟ طيب نور يا عم شريف، ما تكلمني كده، تحكي لي شويه عن نفسك بدل ما انت قاعد مبني تلات تانيات. بانيا ولا اسبانيا ولا باميه؟ اسبانيا. يا استاذ حنت امين. طيب اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. بص يا عم الشريف، بطلع اللحمه بتاعتي دي كده، بعمل لها شخصية. لا 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 لا, لا لسه ما هنوريك بقى، ما لازم نغير بقى. لا مش الشخصية كلها. لا 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 لا، انت فهمتني غلط. ده البصل عشان يتحمر او يستوي شوية، وانا جاهز احط دول في ايه اهم، منهم يستووا في نفس الوقت يتشمعوا ويبقى لهم شخصية. استاذنكم اخد فاصل بقى وارجع، ولا غير محطة اروح في هات. رجعت بعد الفاصل مع حضراتكم. وريله الطب يا عم، شوف هيعمل ايه بالطب بقى، بيهددنا ولا ايه؟
على رأيك. مال الهوا يما. شايف اللي انا شايفه؟ بص يا اختي، بص يا اختي، شفت يا اختي؟ مش انا بقولك لازم انا اوريك المفاجآت. زود زود وحشي، عبي عبي واملى واملى الاناني. كيف حالك الغالي؟ عمي وحشنا والله حبيبي. طال عمرك ما شاء الله، اكلك الجميل هذا والله. حبيبي صباح الفل عليك يا غالي. يا صباح الورد، يا صباح الورد يا شيخ، كيف اخبارك؟ والله في نعمه يا حبيب قلبي. والله كنا نتابعه فيك واكلك الطيب هذا ما شاء الله عليك. شرف لينا يا حبيب قلبي. يا ربي يسعدك يا شيخ. امرني باي، امرني باي شيء يا ربي يبارك فيك. انا عايزين نجرب لنا مره اكله المبكبكه. في ليه؟ اكله مكرونه مبكبكه. ده انا بعملها جديده دايما، انت ليه ما بتشوفهاش؟ ده انا بعملها غير ما انت بتعملوها. طيب انا عايز الطريقه بتاعتك نشوفوها هيك. هعملها لك الاسبوع الجاي مبكبكه. يلا يا ست الكل بالسجق. عيني يبارك فيك يا رب. عيني يا غالي. كيف حال ابو طلال والشباب اللي عندك كلهم؟ كلهم زي الفل، الله بيصبح عليك. سلم لي عليهم، الله يسعدك يا رب. وانا سعيد والله نسمع صوتك الغالي. احلى بي احلى صباح عليك يا حبيبي، واعتبر انت من ضيوفنا ومن نفس الجروب بتاعنا ان شاء الله. صباح الفل على ليبيا واهل ليبيا وحبايبي. صباح الفل عليك وعلى بنغازي وعلى طرابلس وعلى ديرنا ومساعد وكل البلاد الحلوه كده اهو. بتصلي على النبي يا عم الحاج. بص بقى يا سيدي، بص لي هنا كده بقى والنبي، بص لي بقى على الجمال ده حبيبي حبيبي حبيبي. يا نهار زايد الدم، حبة بهارات من عمي منصور، اقفل بس ايه الفرن. بهارات ابو طلال، حبة فلفل، حبة بهارات، حبة ملح. وانا لملك ايديك يا غالي. وادي حبة ملح. المبكبكة يا باشا على الشاشة يا غالي. بص يا عمي اهو. ده الشغل الحلمنتيشي اللي زيه ما بتلاقيشي اهو. الله يا بلادنا الله. كده بس هتجيب لها شطمية تانية وكده. شايف يا باشا؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي.
حتة اللحمة اتحمرت عشان تعمر الدماغ اهي كده، وعند الطاجن بتاعها في الفرن بيشغي. وادي كمان حبة مية اهو. تسمح لي اخش على الوجبة اللي بعديها بقى يا سيد المخرج؟ ده اوردر يعني. ها يعني انت مش يعني انت مش عايز تشغلني شقيت؟ ها طيب هاخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطه ولا في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا هنشوف ايه ونعمل ايه في الجديد. لازم نجدد في اكلنا ده لازم. بقول لي يعني؟ قلت له اه لازم. طيب يا نهار زي الفل. عندي البشاميل، عندي البشاميل اللي بعملها مكرونه بالبشاميل بالفراخ النهارده، يعني ممكن يعملوها يدرسوها في الكتاب. يعني عايز اعمل فيها شغل كده بمزاج وبضمير، ده لو في ضمير اصلا يعني كده. يعني صدور دجاج، كوسه، بصل وتوم وبروكلي، زيتون اسود واخضر، كرفس وكرات ومشروم، زبده او زيت، هناخد اتنين، ملح وفلفل، بهارات مشكلة، توم بودر، بصل بودر، دي ولبن وكريمة وجبنة. أهم حاجة نركز في البشاميل، دي واللبن والكريمة. ها؟ دي ولبن وكريمة وزبدة أو سمنة. طيب نجيب بقى الزبدة دي للكريمة هنا، ده أدي كده البشاميل أهو. عشان إيه؟ واحد صاحبي بيقول لي وريني بالظبط انت بتعمل ايه عشان ايه ما نخسرش بعض. يعني احنا مش هنخسر بعض لو حبه بشاميل يا عم الحاج، احنا اخوات. قال لي لا انا في الشغل ما اعرفش ابويا. حاضر، انا اسف يا عم الحاج. افضل اتنك على انت كده وبراحتك، مش مشكله عندي. اهو خليها دي تشرب الميه بتاعتها. حطيت انا الكوسه بتاعتي شرايح النار بشويها بشويها. حاضر، قوم بقى ايه بجيب الرز بتاعي كده على النار يتشرب، ونجيب دي هنا اهو اهو تكمل سواها ويسويها ربنا، ونشوف بقى بكمل ايه مع حضراتكم نعمل ايه. طيب لا مولعينه بس بشوي عليه، مش عارف والله يا اخويا، عمال اقول بص عليها ده بينها كوسه. وهو ما هو مش عايز اذيه، مش عايزين اذيه على الصبح. ست ناديه صباح الخير عليك يا غاليه. السلام عليكم يا شيخ. صباح الفل على ست نادية. ازاي حضرتك؟ في نعمة يا ست الكل والله. وازاي اسرة حضرتك كلهم جميعا يكونوا بخير يا رب. صباح الفل على ست الكل.
وبصبح على أسرة البرنامج، يكونوا دايما بخير كده وتتحفونا كده وتضحكونا على طول. انت ايه مضايق؟ ما شاء الله على فقرتك صراحة. طب انت انا بستناك انت عشان اقعد كده اتبسط شوية من لا النهاردة مش مبسوطة ليه؟ كده لا والله ابدا، ده انا لسه هقول لحضرتك كله جديد النهارده. طب قولي بقى، عشان قلت انت زعلانه بحاجه ولا حد اصلا؟ لا 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 دايما عندي المخ بيرد على الناس بطريقه وحشه، وعندي ولاء برضو بتخبط مع الجيران، فقلت بربما يعني قلت بربما حد يكون مضايق في حاجه. بص حضرتك طلعهم لنا جنبك كده هتلاقي النور مشعشع كده. لا طب واحده كلام، طب انت ترضيها عليا يعني غطى لنفسي و... لا 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 ربنا يخليكم لبعض والله. حبيبتي ست نادية انتوا بتطلعوا حاجات جميلة كده بالطريقة دي والله. صباح الفل، صباح الفل يا ست نادية. صباح الهنا، وبصبح على كل صباح أهل اسكندرية وحبايبي في اسكندرية المحترمة اللي بتصبح على حبيبتك. الله يكبر بخاطرك يا ست الكل. الله يخليك. صباح الفل على ست تسلم الكل. تسلم ايدك والف هنا على اللي هياكل النهاردة. خدام سعادتك يا فندم، اشكرك اشكرك. ده انا اطلعكم انتوا وانا اروح بقى ده انتوا فضايا. وانا ما قلتلكش ما انا اجازه. ايوه اطلعوا انتوا براحتكم، دور على هيلمعكم. ياما ويابا. نعم وش وان طماطم دي؟ عندنا. ايوه 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 يا واد انت جاهز كله يا باشا. هي دي شوربه؟ الله الوكيل. طيب عندي شوربه طماطم بالجزر او جزر بالطماطم، عايز ادلعها برضو، عايز ادلعها واولعها. طيب بص بقى يا باشا، انتوا سرقتوا الطماطم كلها اللي هنا. احنا ماشي خلاص بقى، انت لو كنت جبت كنت جبتي العظيم. انتوا نصابين. حبة شوربة اوعى، والسكة والطريق اوعى، السكة وايه والطريق. ده كرفس وده كرات. نقلب بقى عشان ما ننساش. ايوه النهارده بنعمل اكلات جديده، يا رب تعجب حضراتكم. بشوي الكوسه عشان هنعمل ايه، حبه مكرونه ملهمش حل. ادي الكوسه اتشوت اهي. بتفكر في ايه؟ وكنت هقول لك ايه
لا خلاص، لا 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 انا باشا ما تخافش، انا مجمع معاك ما تقلقش. ده زعتر، قصدي روزماري اهو. الله يا بلادنا الله. اقعدي ساكتة، اقعدي ساكتة، ادي سلطان بيبر اوليف اويل، زيت زيتون، يا حبيبي يا قريبي. شايف يا عم شريف؟ قال لي لا ما بشوفش انا بدوق. حاضر. ما انا عارف حاف ارديحي. ناقصه لحمه. ما انا عارف. طيب. مال الهوا يمه؟ مال الهوا حاضر نعم. طب كم؟ ولا ايه ولا جيت شاب ويتر وانا مسكت ايديه. ده بصل وده توم. كرات وكرفس. دي التشيكنايه بتاعتي. اصحى وصلي على الرسول. حبة التوم دول برضو اهم. خلي بس دول هنا. نعم كارما. الو الو صباح الفل يا ست العرايس. شيفي شيفيني ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اموريني يا حبيبتي.
حبيبتي احنا بنحبك جدا جدا انا وعيلتي كلها وبنحب اكلك جدا. حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا وما تحرمش من سؤالكوا عليا. طيب حاولي بقى تكلمي تاني. شوف المخرج لما بيلاقي كلمة حلوة بيقفل السكة. خليهم يدعوا عليك دلوقتي. لا هي قطع من عندهم بس انا بتبلع على المخرج. حزب الله هون يعملوا كيف. معلش. نعم فندم. عشان هي عارفة ان انت مش هتاكل منها. بص بقى كده شوية الشوربة اللي اتشربوا دول بزود تاني عليها اهو. كل ما بتسيبها على النار كل ما بتشرب الايه الوتر بتاعها. اهو. عايز حبة فاصوليا من كتاب مقال، كتاب قال ايه؟ انا مش فاكر. حبيبي يا رسول الله. شفت حبة الكسر دول بقى؟ الله سلطان بيبر شوية توم باودر شوية كمون. بص يا باشا من قبل ما اسويها حلوه. طيب الرز بتاعي حلو اهو. ده مشروم فاصوليا توم بودر بهارات زيتون. المكرونه دي ملهاش حل. المكرونه دي ملهاش حل. شوية بروكلي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. أيوة النبي. نركز مع بعض بقى ونعمل البشاميل. لبا لبا رق. والواد بحبه ولم بيرق. الم الليله بقى من هنا كده عشان المخرج عمال يقول لي. انا بس عايز ابص على الفاصوليا دي. انا شاكرك ان هي بقت حلوه. ها
الله الوكيل طعمها حلو. الله الوكيل طعمها حلو. لا انا ماليش في اللحمه اللي هي في الفاصوليا. ما رضيتش احط على بطاطس. فاصوليا؟ نعم. انت زهقت مني؟ طب نبدا بس وخلاص ما نبداش. هنحط بس البشاميل عشان تيجي كده تلاقيها ولا اقول لك ناخد فاصل يا عم نرجع تاني وانا غير المحطه واروح في اي حته. رجعنا لحضراتكم للمكرونه اللي بالبشاميل مع الفراخ والخضار. ركز معايا شويه النبي يا عمي. النهارده عندنا ايه؟ ها؟ ماشي. مكرونه بالبشاميل والخضار. انا شوت لها شويه كوسه عشان اعزل ما بين الخضار والمكرونه. قال لي انت بتلف موتور. طب اختشي. ما انا بيني وبينك كان في شويه خضار فايدين عندي والنهارده اخر الاسبوع قلت ايه اعمل اي حاجه كده. البروكلي كمان جميل. قال لي خلصهم بقى. ادي اللبن. يا رحيم. ليه يا عريس؟ انت عامل ايه؟ انا كويس، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك يا غالي. بقولك انت عامل ايه يا جميل؟ الحمد لله. الحمد لله. بقولك قولي انا عايز صوت البلد. مين؟ هعمل لك احلى بيتزا النهارده دلوقتي. هعمل لك بيتزا مرتب. انت خايف ليه؟ حاول. طب ايه رايك انا اخش في البيتزا بقى دلوقتي طالما انت قلت لي الساعه 2 بتخوفني. اهي اهي بيتزا كالسوني للعريس. اللي هي الشوربه بتاعتنا بايه يا باشا؟ بالفراخ؟ يا انسة امال بالفراخ دي ليه اللي انا عندي دي؟ حاضر يا فندم. دي تقطعات كالزوني، دي تقطعات كاروهات. على رايك. يعني حبيبي وعنيا لو فرص ايه تشيليون. شايف الشوربه عملت ازاي يا عم الحاج؟ عشان بتقول لي ما نش نافع اهي. الله 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 الله. بص يا باشا هنحط لك معاه كمان شويه فراخ عشان ما ازعلكش. بص بقى يا سيدي هناخد حبه هنا من البشاميل اللي هو لسه ما اتربطش ده كده. ولسه ما تربطش. ما تربطش نفسك بيا.
شايفني كده؟ اشمعنى بدي مش شايفني؟ ده الحشو بتاعي؟ حبة المكرونة دول يتفتح لهم بلاد. قوم بقى ايه؟ ادي الكريمه اللباني وحداني بعيش كده وحداني. ونحط طاسه على النار. كده بعمل عازل بالفيجيتابل بتاعي. والنهارده لازم نجدد في مطبخنا عشان نعجب حضراتكم. ادي المكرونه يا حبيبي. ليه بس ياما جبتيني طباخ؟ ليه؟ قلت لك كوافير احسن. طيب اول وانا شكلي عطيفي قوي، كانت اللي هتخش تخاف تجي مني. يعني العالي بتاعك انا سواء عربيه نقل مقطوره. المخرج بيقول لي تنايه. ميكروباص ماشي. قال ما بيستو. ايوه كل واحد اتصل بها. دي المكرونه اللي بشاميل يا باشا، اللي هي احلى حاجه واجمل حاجه اتعملت يمكن الاسبوع ده كله عشان الغالي اللي طلبها. يا صلاة النبي. كده بص يا انسة اللي ما كانش عاجبك الليلة اتفضلي. لا لا انت ما تشتمني بسرك، انا سامع ضميرك بيقول ايه. دي حبازلم بزاز عبد العزيز. الله 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 الله. عندنا بقى البيتزا الكالسوني.
فاس على النار. مال الهوا يمه. ده بصل مع زيت زيتون. مع جارلك او توم مفروم. كرفس وكرات. وادي الريحان، خلي الريحان دي البازلك دي الاخر. هو طيب يعني البيتزا دي ما فيهاش شويه طماطم يا انسه؟ ولا عاملاها من غير طماطم؟ حاضر يا فندم، انا عارف الدنيا مضايقه معانا. طب شويه طماطم بوريه. يلا. عندي بقى هنا شوية تشيكن نص هنا ونص للشوربة. نوطي النار شوية عليها عشان تشتغل زي الناس. هات يا استاذ جمال يا فندم فلفل الوان وهذا المشروم. ملح شوية فلفل قال له انت شايف في اللبلبري. كده ادي الريحان فلفل احمر وادي شوية الطماطم. نعم يا فندم. برضو تاني؟ انت تعبت معانا. انت لسه ده انت لسه بتشاركك في الاستوديو. طيب هناخد فاصل ونرجع تاني، بس هنضرب دول كده قدام حضراتكم اهي. ناخد فاصل ونرجع تاني.
زي ما قال. ورجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم. بص على المكرونه بتاعتنا والبشاميل اهي. ايه ده؟ ده طلعت حلوه. ماما نجوى جت اصلا وقالت لي لازم تعملها حلو. يلا بقى. طيب بتلكك. انت اللي جبت لنفسك. ما كنت تسكت ساكت، كنت واد ساكته. طيب. البيتزا الكالسوني هنشوف مقاديرها دلوقتي حضراتكم مع بعض. وانا قلتها ولا ما قلتهاش يا ناس؟ طب خلاص امال بتقولي هاتها تاني ليه؟ هو انت بتشقيني وخلاص؟ طيب ماشي. حاضر ماشي. انت بتدرج الناس عليا؟ ماشي. ربنا يصبرها على ما بلاها. ايوه لا لسه شافت حاجه. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم مين؟ ليه؟ ما انا اعمل لك ايه؟ ما هو لازم تستنى تستوي دي. هنقعد جنبها على ساعة جنب الحيطه. طيب بص بقى ما اشغلنيش عشان اعرف افرد البتاع دي. لا خلاص طب انا اعمل لك ايه؟ طب انا مركز اهو اتكلم معاك اقول لك ايه؟ ما انا مخاصمك. لا حول الله ما خاصمني بقى لي مده. ايوه ماشي خليه ينفعك. هقول لك حاجه كل بالك كل حاجه غلط. قوم بقى ايه اهو. ادي الاجايه
نطلع بالفرن وندخش الفرن. طيب ماشي. عندي بقى ايه؟ شوية زيت زيتون. وادي شوية فراخ. قول لي ما تخبيش يا زين. انت ما انت عارفاني. اناني. قال لي اناني وتالت ورابع حبة الصلصة دي. اذكر الله وصلى على الحبيب. جزر بالطماطم على احدث طراز. الم الدنيا بقى كده من هنا ونطلع بالطاجن اللي في الفرن. ادي مكعب مرق. لا شغال. لو النبي ما شغال. طب يعني نعمل لك ايه يعني؟ ما هم كله منكم انتوا. والله العظيم حزب الله ونعم الوكيل. لا والله عندك حق. اورى اورى. طيب. نطلع بقى. الله على المكرونة. الله نغرب بقى الرز بتاعنا ونشوف الطاجن اللي في الفرن. يا حبيبي يا حبيبي ست نجوى. ماما نجوى سامعاني؟ اوعى تكوني بتصبي. طب يلا يا اختي اهو. تقول لي انت حرقته كده ليه؟ يا لا هو انت جاي محضر خير ولا تقولي حرقته؟ اه ماشي. حبيبي وعينيا لو فوزت ميه. ده احسن. هيجيب على طول في 5 دقايق.
على الشوربة وتطلع كنا نظبط لك الدنيا. ما تقلقيش، عايز اروح بدري؟ لا لسه مجيش مدرسة. انت جاي تشتغل ولا جاي انت اروح استنى العيال مدرسة ولا عايزين بالظبط؟ انت هتبيعها في اول الطريق. يا دي الليلة مش معدية. شفت بتحبك ازاي؟ شفت مدى المحبة؟ ماشي. طيب هقول لك على حاجة بس مش هقول لك. يلا زي بعض نغرب بقى الرز بتاعنا. فين يا ابني بتاع اللي كان في ده؟ لا 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 اهو. لا مش محتاج حاجة، واخد كل حاجة حلوة. واخد كل حاجة حلوة. وادي حبة الدريسنج بتوعه. وادي كمان معلقة طماطس. شوية ملح وفلفل. خدت الريحان بتاعها وكل حاجة. وادي الهوت ووتر. بس. على مغرف. الله 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 الله. الله الله الله. عايز ايه تاني مني؟ وانا شغال اهو. طيب. قول لي مش عارف ايه مدرك ايه؟ حاضر خلاص. والله؟ طيب حاضر. يا سلام لو ببقى لايس كده يا جماعه بتبقى حاجه جميله. انا مش هقول لك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. فين بقى البتاع بتاع البتاع اللي كان فيه دي؟ وديت الحلقة دي بحبها قوي. اوعى اهو. انا لسه جاي ما عدتش على الكرسي. بتقول لي انت من الساعه 12 شغال طلعت ايه؟ لا حول الله. هو مفيش حد طيب النهارده؟ ماشي يا ست نجوى. لا حول. انتوا مواصلين بعض؟ لا حول الله يا رب. والله يا بنت انا ما عارف اعمل لكم ايه. لا ابدا.
انا بهدي النفوس بس عشان الناس تعرف انا بتعذب ازاي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ابص على تشيكينها في الفرن حلوة. ما تخافيش انا خلصت يعني. لا تفكر انا مطنشك ولا حاجة. تسلمي لي يا ست الكل. انت لو كنت جيت من بدري كنا خلصنا من بدري، بس للاسف المخرجين اللي معانا يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني ما بحبش اجيب سيره حد بحاجه وحشه، ما بعرفش اشتغل. فين يا ابني الهق اهو. دي كده كده مستوية. الله اختراع الشوربة ده النهاردة يودي في داهية. حاجة أول مرة تحصل. ويلكم ويلكم يا أختي ويلكم. الله الله عليك يا لوزة. ما لهوي مش هتكلم. مش هتكلم. يلا بقى عشان نختم. كل دي بيتزا كالسوني. حرام عليك يا بنت. مش انت اللي قايلها لي؟ طيب وماله؟ ها صلاة النبي يا صلاة النبي يا انت معايا ولا معاهم؟ ايوه كده ايوه كده شدها لك شوية. ادي الشوربة بتاعتي. واشكر انت محافظاني يا اختي. واشكر ست نجوى. واشكر كل الكاست اللي معايا. واشوفكم بكرة على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.